وفي سياق مشاورات تشكيل الحكومة دائما، صرح إدريس لشجر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بأن حزبه لا زال مستعدا للبذل والعطاء من أجل إنجاح النموذج التنموي الجديد، وذلك خلال مشاوراته مع رئيس الحكومة المعين عزيز خنوش اليوم. وقال لشجر إن لقاءه بأخنوش تناول تصور حزبه للأوضاع دوليا ووطنيا وحول ما هو مطروح بالنسبة للشعب المغربي وللمملكة في هذا الظرف الدقيق، مضيفا أن هذا اللقاء كان مناسبة لكي يؤكد لرئيس الحكومة المعين أن ما بذله حزبه مع حزب التجمع الوطني للأحرار تحت التوجهات الملكية خدمة للبلاد ما زال مستعدا لبذله وللعطاء من أجل إنجاح المشروع التنموي الجديد لبلادنا على حد تعبيرها. جينا اليوم كنا جايين باش نهنيه أولا بالثقة الملكية السامية في شخصه، كانت مناسبة كذلك لتهنئته على كسب الرهان واحتلال المرتبة الأولى، وكانت الثالثة الإضافية هو أننا جينا لهذا المقر الجميل وبالتالي تنهنيو اصدقائنا في التجمع الوطني الأحرار بهذا المكان المساعد على العمل الشكل الحداثي الذي يتطلبه اليوم العمل الحزبي. طبيعة الحال غادي تسألوا اشنو كان موضوع اللقاء ديالنا. كانت مشاورات تمهيدية حول تصورنا للأوضاع دوليا ووطنيا وحول ما هو مطروح بالنسبة للشعب المغربي ولبلادنا في هذا الظرف الدقيق. كانت مناسبة لنؤكد للسيد رئيس الحكومة أن ما بدلناه معا لا حزب التجمع الوطني الأحرار ولا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تحت التوجيهات الملكية السامية خدمة لهذا البلاد، نحن في الاتحاد الاشتراكي لازلنا مستعدين لبذله وللعطاء من أجل إنجاح المشروع التنموي الجديد لبلادي.